السلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسألك، هو السفر لكندا لتحسين مستوى المعيشة ده حلال؟ إذا كنت تستطيع أن تقيم دينك، تستطيع أن تقيم دينك هناك ولا تتنازل عن دينك وعن شرائع الله، لا بأس. لكن إن كنت هناك دينك سيقل شيئا بعد شيء، فرب العزة يقول، عفوا، الرسول الأمين يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، وبالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو يتبرأ من هذا الحديث في سنده ضعف، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. سنده ضعيف، وينبغي أن يعلم معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه: أنا بريء. المعنى والعلم عند الله. إذا أصيب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بضرر من بقائه معهم، أنا قد أديت له النصح الكافي، وأنا بريء من تبعات ما يحدث له. شكرا لحضرتك.